خطوات متسارعة تشهدها الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بعد استراتيجية واضحة ستقفز الإمارات من زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050 لتفتح أبواب الاستثمار في الطاقة البديلة بقواعد مشجعة. وتصدرت الإمارات إقليميا وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثمارا في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة. وسيشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر إلى 12 من ديسمبر القادمين في مدينة إكسبو دبي خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاع التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة. في الإمارات استثمارات كبيرة وصلت إلى 11 مشروعا للطاقة الصديقة للبيئة بنهاية عام 2022 بقيمة 159 مليار درهم، تتقدمها مدينة مصدر أول مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم، وهي تجمع سكني مستدام، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر التي تعتبر اليوم واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموا في العالم، حيث تنشط حاليا في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات، وتستثمر الشركة في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار. مؤتمرات ومنتديات عالمية وشراكات استراتيجية مع دول كبرى وتوقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ودعم إماراتي بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالميا، كما عززت نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار. هكذا هي الإمارات في الاستثمار في الطاقة البديلة. الرؤية والهدف واضح: إمارات المستقبل، ضمان لاستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.